إعداد لانطلاقة هذا الشوط مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات، انطلقت جياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة، تتنافس على مسافة 2400 متر الميل ونصف الميل في الميدان السعودي. قيمة الجائزة 54,000 ريال، هي جائزة زيد بن محمد بن زيد يرحمه الله من الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الانطلاقة تبدأ من حفص في المركز الأول الآن، وفي المركز الثاني صدى العز مع هذه الانطلاقة مسافة 2400 متر مشاهدين الكرام. المنعطف الأول ابن سابيانس يتقدم للمركز الثالث من الخارج الآن، منافسة الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة. حفص الحاصل على المركز الرابع في آخر مشاركاته هو صاحب المركز الأول مع هذه الانطلاقة مشاهدين الكرام. المركز الثاني لصدى العز ابن موفق، أما ابن صبيانس فهو بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع جبلتين ابن عطية الله يتقدم للمركز الرابع، والمركز الخامس من الداخل أناقة مع البراء المحيمدي، منافسة الجياد والأفراس المنتجة محليا مراكز المقدمة مع حفص وأيضا صدى العز وابن صبيانس يحاول التقدم، وجبل تين ابن عطية الله من الخارج هو الآخر يحاول التقدم. ابن صبيانس يتقدم الآن مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير، ابن صبيانس يتقدم إلى المركز الثاني الآن، وأيضا حفص بالمركز الأول مشاهدين الكرام مع هذه المسابقة أو هذا السباق الذي يأتيكم مباشرة من هنا من ميدان الملك عبد العزيز الفروسية بالجنادرية. تجاوزت هذه الجياد والأفراس علامة 600 متر، اقتربت من خط المستقيم باتجاه خط النهاية وهي بقيادة حفص الذي يقدم نفسه بشكل جميل. ابن صبيانس يحاول والدخول، يأتي الآن مشاهدين الكرام من العجام للمركز الأول، يتقدم العجام في محاولات كذلك من عند الله للتقدم. العجام ما شاء الله تبارك الله يتقدم في آخر 100 متر محاولات للتقدم أيضا والدخول من عند الله من الخارج، والعجام ينهيها فعلا مسافة 2400 متر سباق الميل ونصف الميل.